أعلن قبل قليل رحيل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عن عمر ناهز 82 عاما، وبرحيله يودع العالم أحد أبرز وجوهه الرياضية. دعونا نتابع عن حياة الأسطورة بيليه في هذا التقرير. رحل بيليه. انتهت حياة أحد أشهر أساطير كرة القدم عبر التاريخ، نجم كان وبقي مثالاً للعديد من اللاعبين حول العالم، ويعتبر بالنسبة للكثيرين أفضل لاعب في التاريخ. ولد بيليه في مدينة كاراكوس بالبرازيل في 23 من أكتوبر عام 1940. اسمه الحقيقي إديسون أرانتس دو ناسيمينتو، وأطلق عليه تيمناً بالعالم الأمريكي توماس إديسون، كما كان يلقب في عائلته باسم ديكو. زملاؤه في المدرسة أطلقوا عليه اسم بيليه لسبب غريب، وهو أنه كان يلفظ اسم حارس مرمى فاسكو دي جاما بيليه بشكل خاطئ، ليلازمه ذلك الاسم بلفظه الخاطئ على الرغم من أنه لم يكن يحبه. نشأ في بيئة فقيرة وأحب كرة القدم منذ طفولته. انضم لفريق سانتوس وهو بعمر 15، ومن هنا سطع نجمه. مسيرة احترافية استمرت بين عامي 1956 و1977، لعب خلالها لنادي سانتوس البرازيلي ونيويورك كوزموس الأمريكي. أما مسيرته الدولية مع البرازيل فكانت استثنائية، وامتدت بين عامي 57 و71. سجل بيلي أول أهدافه مع نادي سانتوس قبل أن يبلغ 16، وبات بعد ذلك هداف الدوري البرازيلي في أول موسم له مع الفريق. مهاراته وموهبته التهديفية جذبت الأنظار نحوه، ليتم استدعاؤه لتمثيل منتخب البرازيل. قدم بيلي نفسه للعالم أول مرة في كأس العالم 58 في السويد، كتب التاريخ من أول مشاركة بعدد من الأرقام، فقد أصبح في ذلك الوقت أصغر لاعب يشارك في النهائيات، وسجل أول هدف مونديالي بمرمى ويلز في الدور ربع النهائي ليصبح أصغر من يسجل في المونديال، كما دخل التاريخ في النسخة ذاتها عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في نهائي المونديال وهو بعمر 17 عاما و249 يوما. لم يكتفي بذلك، بل سجل هدفين بمرمى السويد ليقود منتخب السامبا للتتويج باللقب، ويصبح أيضا أصغر من يرفع الكأس العالمية. في النسخة التالية لكأس العالم توج بيليه باللقب مع البرازيل على الرغم من تعرضه للإصابة وعدم إكماله البطولة، وحقق لقبه المونديالي الثالث مع سيليساو عام 70 ليصبح أكثر لاعب يتوج بكأس العالم. يعتبر بيليه من أنجح اللاعبين في التاريخ على الإطلاق، وسيبقى بكل تأكيد في ذاكرة من عاصروه ومثالا في المستقبل لكل من لم يعش في عصره.